صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليست دي هتلاقي فيها كل ما يتعلق بالسي شارب، هتلاقي فيها من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 80 أساسيات للمبتدئين، وهتلاقي فيها من الحلقة 81 وحتى الحلقة 200 هتلاقي فيها Forms Desktop Applications، وهتلاقي فيها من أول حلقة 201 وحتى الحلقة 300 Object Oriented Programming للغة C Sharp، وهتلاقي فيها من أول حلقة 301 وحتى الحلقة 400 webform.asp.net، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة محدثة دائما بفضل الله بتضم كل الكلام ده، علشان لو عايز تشوفه كله على بعضه أو لو عايز تشوفه أجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي إلا وإنت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون أقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة أكاديمي www.hassuna-academy.com، وتدخل على انضم إلينا، وتدخل على إنشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات أو حاجات في الشاشة الرئيسية أو تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 626 من كورس سي شارب ديتابيز بارت. عاوزين نعمل برنامج يكون شغال بالوضع ديسكونكتد مود مع مين؟ مع اكسس. واحدة واحدة كده. اول حاجة هنعمل المشروع كنترول مع شيفت مع ان، وهنعمل بروجكت جديد سي شارب ويندوز فورمز ابليكيشن، وهنا هنسميه ديسكونكتد مود اكسس. ديسكونكتد مود ايه اكسس، وهدوس على انتر. دي البدايه كده، تمام. طيب عاوزين ايه تاني؟ عاوزين الداتابيز، عاوزين الداتابيز. هندخل على الكونتنت ده، مش فاكر كان الداتابيز اللي عليه شغاله سليمه ولا ايه، ولا ناخده على طول من الدوكيومنتس فيجوال ستوديو 2015 من البروجكتس كونكت اكسس. ده هو جوه الداتابيز. ناخد ايه الداتابيز اللي جواه؟ تقريبا الداتابيز دي مليانه اللي احنا شغالين عليها، صح كده؟ نبص عليها بصه قبل ما ناخدها. على فكره مش شرط ان انا اعمل للداتابيز امبورت في فيجوال ستوديو، انا ممكن احطها كوبي بيست واشتغل عادي براحتي، فاهمني؟ بس انا لما بعمل لها امبورت هو بيعمل حسابه بقى، بيعمل لها كونكشن وبيقعد يربلسها كل شويه لما اغير في البروجكت واشغله، يعني عشان نبقى واضحين مع بعض وفاهمين بس، ولا اكتر ولا اقل. اهم حاجه انك تكون فاهم الشغل عشان لما تشتغل مظبوط، ولما تركب البرنامج للعميل تركبه مظبوط، تمام. المهم هنبص على الداتابيز نشوف كده هي بتفتح معانا ايه. عايز اشوف فيها بيانات ولا لا؟ افتح كده الامب مثلا، اشتغل على الامب مثلا. اه فيها بيانات، خلاص زي الفل. اقفلها بقى كده وهناخدها ايه، هناخدها كوبي. ادي كنترول سي، واقفل ده كده خلاص. هات بقى البروجكت اللي احنا عملناه ده، ادخل عليه كليك يمين، افتح المكان بتاعه، ادخل على البن على الديبج على طول، هحطها بيست هنا كده. الفيجوال ستوديو ايه ملوش دعوه بيا وانا شغال، ما يقعدش يرابلسها زي قبل كده يعني، ماشي. المهم موضوعنا بقى، موضوع خلي الداتابيز مفتوحه زي ما هي كده، يعني خلي المكان بتاع الملفات موجود معانا، نزله مينيمايز علشان نبقى نشوف احنا عملنا ايه. تعال نظبط الفورم بتاعتنا، نخليها سنتر سكرين
نظبط الباك كولر بتاعها، خليه لونه ابيض. تمام، دي الفورم اهي خلاص. نظبط الفونت برضو، فين الفونت؟ فونت اهو. السايز خليه مثلا ايه 12 بالشكل ده كده. تمام، وادي ايه الفورم عندنا اهي. تعالى ننزل هنا من التول بوكس، من الداتا بايندنج نافيجيتور، ماشي، وننزل في الفورم نفسها، ننزل من الداتا داتا جريد فيو برضو، داتا جريد فيو اهي خلاص. واحنا لو عملنا لها دوك هتاخد المساحه كلها. تمام، طيب تمام كده. نيجي هنا ننزل باتن، والباتن ده فين اللي بيتعرض فيه؟ تكست ايمج ريليشن، لا مش تكست ايمج ريليشن، الخاصية التانية اللي كانت بتتحكم. فهنعرض ايه؟ display style، لا انا عايزها ايه؟ تكست بس، واخد بالك. واجي هنا في التكست اللي مكتوب ده ايه؟ save all changes. خلاص الزرار ده ايه؟ هيبقى save all changes. تمام كده؟ طيب ده save all changes، ودي data grid view 1، ودي binding navigator 1. ماشي، عايزين ندخل على الكود. ادخل على الكود من اي حتة، دبل كليك على الفورم دي. ماشي، انا عايز اول ما الفورم اتحمل يملى البيانات، يملى البيانات. هاجي هنا هعمل using لسيستم دوت داتا دوت ولي دي بي وسيمي كول، انا شغال اكسس خلاص. انا هعرف الداتا ادابتر فوق. ليه هعرفه فوق؟ علشان هو اللي انا هتعامل معاه، هو اللي انا ايه هتعامل معاه. نعمل ولي دي بي، تمام، ولي دي بي داتا ادابتر، خلاص هسميه ادابتر، وده بيساوي نيو من الاولي دي بي داتا ادابتر. وهنا القوسين هحط هنا الجمله اللي هفل بيها، سيلكت استرسك فروم ام، وهنا هحط الكونكشن سترنج. فين الكونكشن سترنج؟ ناخده، كويس ان احنا محتفظين بالملف ده على طول اهو. ده الكونكشن سترنج بتاع الاكسس على الداتابيز 2، متظبط متظبط على شغلنا خلاص. ادي كوما، وهنحط هنا ايه الكونكشن سترنج، وفي النهايه سيمي كول. ده كده الادابتر. شوف بقى، شوف الشغل اللي انت بتوفره قد ايه. يعني شوف الادابتر ده وفر لك حوارات، وفر لك حوارات كتير جدا. يعني خد بالك انا ولا هكون حتى جمله انسرت ولا ابديت ولا ديليت زي ما اتعلمنا قبل كده من الكوماند بيلدر ان شاء الله. خلاص هنعمل دلوقتي باذن الله. المهم هنعرف برضو داتا ست اللي احنا هنخلي الادابتر يفل فيها اهو. داتا ست، طب ليه انا بعرف الحاجات دي بره؟ ما انا هستخدمها في كل الاحداث. وصلت الفكره؟ داتا ست هسميها مثلا ايه؟ هسميها دي اس، اختصار لداتا ست، ودي بتساوي نيو من الايه؟ من الداتا ست، وقوسين فاضيين وايه؟ وسيمي كول. خلاص كده؟ كل اللي انا هعمله في اللود ان انا هنده على الادابتر، هقول له دوت فل، فل في مين؟ في الداتا ست الدي اس بس، مش هعمل حاجه تاني. خلاص تخيل، مش هعمل حاجه تاني. يعني هو كده خلاص، كده انا ظبطت بياناتي صح؟ حاجه جميله جدا، بس بفهم. وما ينفعش تدخل على المرحله دي الا وانت فاهم الكلام اللي فات، اللي هو الكونكشن والكوماند والاتصال والتظبيط والامر ده والامر ده، وده يفرق عن ده، وده شغال ازاي، وده شغال. لازم تكون بفضل الله فاهم الحاجات دي علشان تبقى عارف تستخدم ايه فين، صح؟ تمام، احنا كده بنبني بالوضع ديسكونكتد مود، بنبني بالديسكونكتد. حتى احنا حطينا واي زياده اهو، مش مشكله، مش فارقه، هي ديسكونكتد.
انا كده منتظر البرنامج يحمل. خلاص بس هو كده ما عرضناش احنا لسه، هو كده ما دام ما عملش ايرور يبقى ان شاء الله حمل يعني بفضل الله اشتغل. طيب هنعمل ايه بقى؟ عايزين نظبط البايندنج نافيجيتور. فاكرين البايندنج نافيجيتور الايه؟ الداتا بايندنجز. الداتا ايه؟ يبقى احنا عايزين ايه؟ داتا بايندنجز. عايزين بايندنج سورس، صح كده؟ بايندنج سورس الاول عشان نديها للداتا بايندنج، صح كده؟ بايندنج ايه؟ سورس هنسميها بي اس، ودي بتساوي نيو من الايه؟ من البايندنج ايه؟ سورس. تمام كده؟ البايندنج ايه؟ سورس. ماشي. المهم تعالى هنا بقى البي اس دي دوت واخده الداتا سورس، نديها الداتا سورس اللي هو مين؟ اللي هو الجدول. الداتا سورس بتاعها بتساوي من الدي اس، هو لما عمل لها فيل دوت التيبلز، اول تيبلز هو ده اللي احنا عايزينه يعني، هيبقى اول ايه؟ اول تيبلز فيها. خلاص دي كده الايه؟ البايندنج مين؟ البايندنج سورس. خلاص. طيب بالنسبه للنافيجيتور اسمها ايه؟ بايندنج نافيجيتور، بايندنج نافيجيتور 1 دوت بايندنج سورس دوت اد، وحط لها هنا ايه؟ الايه؟ البي اس، وادي سيمي كولن. كده حطينا ايه؟ البايندنج سورس لمين؟ للبايندنج نافيجيتور. نحطها بقى للداتا جريد فيو. داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس، داتا سورس بتساوي البي اس، هي فكده اتربطوا مع بعض. فكده يملى لك، يعرض لك بقى ايه؟ يعرض لك البيانات. شغل كده. هنشوف في مشكله. نال ريفرنس فين؟ طب اقفل نجرب زي ما عملنا قبل كده هنا في البايندنج نافيجيتور. بدل بايندنج سورس دوت اد دي نقول لها ايه؟ كان ايه؟ كان اسمها بايندنج سورس، ماشي؟ مش دوت اد بقى، لا دي بتساوي على طول الايه؟ البي اس على طول. بس متهيألي كده ان شاء الله يشتغل. جرب كده معانا. ها اشتغل اهو، عرض البيانات قدامك اهي. تمام، خد بالك ظبطها اهي بفضل الله. حتى في هنا خاصيتين باين اتكلمنا عليهم قبل كده في الداتا كريد فيو، كان اسمهم ايه؟ اوتو سايز كولومنز مود اللي هي اول سيلز، وهنا خليها اول سيلز. جرب كده. تقريبا اتكلمنا عليهم قبل كده زمان في لما اشتغلنا مع داتا جريد فيو. يملا بحيث يملا كل البيانات اللي عندك، يعني يعرض لك الاسم بالكامل، يعرض لك الاسم بالكامل ما يبقاش مستخبي منه كده، واخد بالك؟ تمام لغايه كده بفضل الله. تمام. طبعا انت كده كده ممكن تقفل العمود ده ان هو ما يتعدلش فيه حاجه اللي هو الحقل ده. تمام. وهنا التنقل مفيش اي مشكله. عايزين بقى نعمل سيف اول تشينجز. تمام. طبعا احنا موضوع ان احنا نامن الجريد شرحناه في حلقه واحده، وموضوع ان احنا نتعامل مع الجريد شرحناه في حلقات، وتعاملنا مع الجريد كتير، وعرفنا ازاي نقفل ده ونغير ده ونظبط ده ونحط ده كل حاجه بفضل الله، يعني اغلب الحاجات عملناها مع بعض. فدلوقتي هنركز بس على الديسكونكتد مود. فانا هدوس دبل كليك على اللي مكتوب عليه سيف اول تشينجز ده، دبل كليك عليه وابدا برمجه عادي. تمام. طبعا انا كده كده معرف فوق في سكوب عالي عشان اشوفهم في كل الاحداث، الادابتر والايه والداتا سيت. هعمل ايه هنا بقى؟ اول حاجه هعملها هعمل كوماند بيلدر. هعمل ايه؟ كوماند بيلدر. اول حاجه قولي دي بي. طبعا قولي دي بي كوماند بيلدر، قولي دي بي كوماند بيلدر.
الكوماند بيلدر ده هسميه سي بي، اختصار لكوماند بيلدر، وده بيساوي نيو من الاولي دي بي كوماند بيلدر، وجوه القوسين بتوعه هحط الادابتر. دي الحركه دي مهمه جدا وشرحتها بالتفصيل قبل كده. ليه شرحناها بالتفصيل؟ عملنا لها حلقه لوحدها وقلنا ليه بنعملها. خلاص ده الكوماند بيلدر، خلاص هو مع نفسه هيشغل وهيظبط كل حاجه، ووريتك قبل كده بالتفصيل. ماشي، بعد كده هعمل ايه؟ انده على الادابتر اللي انا عرفته فوق، هقول له دوت ابديت. ابديت ابديت ليه؟ طب حط لي هنا الحاجه اللي انت عايز تعمل على اساسها ابديت. كده كده هو هيعمل ابديت ما بين حاجه اللي انت هتحطها له هنا وما بين الداتابيز. خلاص هي دي اس، وادي ايه سيمي كولون. يروح عامل ايه بقى؟ تخيل تخيل الاكواد بقت عامله ازاي بفضل الله بعد الفهم. تخيل بص، انت بتكتب سطر وسطرين وكلام فاضي، هنا بيعمل ايه؟ هيقارن بين الداتابيز اللي هو الامب، جدول الامب، هيقارن بين جدول الامب اللي في الداتا سيت وبين جدول الامب اللي في الداتابيز، وهيشوف اي تغييرات حصلت هنا هيطبقها هنا، بشرط طبعا ما تجيش تعمل لي ايرورز، ما تجيش تعمل لي ايرورز، ما تجيش مثلا تكرر البرايمري كي او تحط لي قسم مش موجود. او احنا قلنا الحاجات دي عرفنا نامنها ازاي. خلاص دلوقتي احنا بنركز فقط على الديسكونكتد مود، حتى البايندنج نافيجيتور شرحتها لك في حلقه لوحدها، واخد بالك؟ طيب يبقى احنا هنا الكود اللي في اللود ده بتبدا تفل في الداتا سيت وتبدا تبني علشان تعرض ما بين الجريد، الداتا جريد فيو، ما بين البايندنج ايه نافيجيتور. ده لو انت عايز البايندنج نافيجيتور، مش لازم احطها اصلا على فكره، يعني انا احطها لك زي ايه كماله او زي حاجه كده تحلل البرنامج، فاهمني؟ لكن ممكن ما تحطهاش، يعني مش شرط المثال اللي انا عملته ده تعمله بالظبط، لا عادي. بس كده هو يعمل ابديت. تخيل انا مش هعمل حاجه تاني خلاص، ولا اوبن ولا كلوز ولا امر ولا انسيرت ولا ابديت ولا ديليت ولا اي حاجه خالص. انا كل اللي عملته اديته جمله السيلكت بس، والكوماند بيلدر بقى هيتصرف معاه، هيتصرفوا مع بعض هو والادابتر. جرب كده، عشان كده قلت لك خلي المكان اللي فيه الداتابيز مفتوح. هو كده كده هيعرض منين؟ هيعرض من الداتابيز. خلاص تمام. انا هنا هخلي احمد حسونه دي، خليها مثلا ايه احمد محمود حسونه، وادوس انتر. شايف اتغيرت ايه؟ اتغيرت في الجريد. خد بالك كده مفيش حاجه حصلت في الداتابيز خالص، كده انت في وضع ديسكونكتد مود تماما. وهاجي هنا احمد عمر، هخليها احمد عمر احمد مثلا. خلاص، وهاجي الجيزه بتاعت احمد حسونه، احمد محمود حسونه، اخليها ايه؟ اخليها كايرو. والسالري 3800، انا هخليه 5100. والدبت ان او بواحد، هخليه شغال في القسم 2. وهنا عادل صبور، هخليه عادل صبور احمد. وبدل جيزه هخليها مثلا ايه؟ اليكس. وهنا بدل 5900 اخليها 7800. شوف انا عمال اغير اهو، عمال اغير. اغير لك ايه تاني؟ اغير لك اللي انت عايزه، اي حاجه انت عايزها اغيرها لك، بس مش هاجي ناحيه البرايمري كي، لان انا بقول لك الطبيعي ان البرايمري كي ما يتغيرش. على قد ما تقدر تقفل الايه الحقل ده، ماشي؟ لان انت لو هتغيره هتدخل في تحققات قبل تغييره عشان تغيره بشكل مظبوط، تحققات كتير وممكن ايه توجع دماغك. خلاص، المهم ادينا غيرنا شويه بيانات في الاول اهو، اغير لك شويه بيانات في الاخر. عادل ياسر هخليها عادل ياسر احمد، وكايرو هخليها اليكس، و7300 هخليها 4500. واخد بالك؟ شوف انا عمال اعمل ايه، وهو مش شغال في اقسام. لا ده انا هخليه شغال في قسم واحد. ايه رايك بقى؟ شايف اللي حصل؟ انا كده عمال اغير فين؟ في الداتا جريد فيو، والداتا بيز مقفوله تماما ولا جيت ناحيتها خالص. خلصت خلاص، دوس على ايه؟ سيف اول تشينج، هدوس عليها اهو، دوست عليها. خلاص خلاص عادي، انا ممكن اطلع لك رساله واحطها لك في تراي وكاتش والشغل ده، مفيش اي مشكله. اقفل كده، خد بالك اهو. ممكن نيجي هنا في سطرين يعني مش قصه، ادي تراي خلاص، وادي الفتحه بتاعتها، وادي كاتش، وهنا هشتغل على اكسبشن سميه اكس،
وادي هنا لو حصل حاجه تعمل ايه؟ ex dot message اعرضه وادي ده لو حصل حاجه يعني. وهنا لو استمر يبقى ايه؟ اقول له تمام saved بس يعني، ده لو انت عايز خد بالك. المهم تعالى نفتح الداتا بيز نشوف كده اتغيرت ولا ايه. افتح الداتا بيز 2 دي نشوف كده، نبص اتغيرت واضح جدا على البرنامج على فكره، واضح جدا ما شاء الله يعني زي الفل، لان البرنامج لما فتحته جاب التغيير. ركز بص بص شايف بقى احمد محمود حسونه وكايرو وشغال في القسم 2 والمرتب اتغير اهو، كل ده اتغير اهو، كل ده اتغير شايف، واللي تحت شايف كله اتغير، اشتغل اهو في قسم 1 شايف. يعني كده بفضل الله عملنا برنامج ديسك توب ابلكيشن لوضع ديسكونكتد مود مع داتابيز الاكسس بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.